نظام الاحتفالات المخددة للذكرى. استفاد قطاع الصحة من تجهيزات طبية دائما في إطار هذا مجهودات الدولة لفعالية المؤسسات الصحية بالولاية، واللي مستفاد مستشفى العقلة السيسيري الشوشان بتجهيزات طبية لعمل الجراحة. أيضا استفاد بلحاف الدير لعدم تخفيف بلحاف الدير بتجهيزات طبية أشعة مقبلية وجراحة الأسنان، اللي إن شاء الله هذه العيادة سيتم تدشينها إن شاء الله غدا. ايضا استفادت المؤسسات الصحيه الاستشفائيه الاخرى بتجهيزات طبيه لمصلحه تصفيه الكلى. ايضا جميع المؤسسات الصحيه استفادوا بسيارات اسعاف. هذه سيارات الاسعاف هي مقدره ب 18 سياره اسعاف. طبعا احنا تم توزيعها بالرجوع الى معايير وين كاين استعجالات وين كثر التحويلات وين كاين نقاط المناوضه.